صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. احنا النهارده هنعمل تفريز للطماطم. طبعا الطماطم دلوقتي احسن وقت ان احنا نفرزها فيه اللي هو شهر طوبة، فطبعا كل حاجة بصوا بتبقى شكلها حلو قوي. فانا دلوقتي بغسلها، عملت حلة قبل كده عشان اصورها واوريها لكم، ودلوقتي الحلة التانية وبحط لها فلفل احمر عشان يدي طعم كمان ويدي ويثبت اللون الاحمر، يبقى الخضار كده اثناء الطهي يبقى حلو. فطبعا هروح على البوتاجاز، ما بحطش ميه وما بحطش حاجه، هي كده ايه بتطرى بالتسخين اهي. هولع عليها، انا عامله كده برضو هنا ادي الفلفل اهو عشان يدي الطعم واللون اهي. هفرز الكميه ديت، طبعا بعد كده هروح ضربها في الخلاط واصفيها، وبعد كده ايه نحط لها، بس هنحط لها صحيح اهو معلقه ملح، معلقة ملح هنا ومعلقة ملح هنا، هي كمادة حافظة تخلي القوطة ما يحصلهاش اي حاجة. وبرضو هحط برضو معلقة سكر عشان تشيل المزازة بتاعت الطماطم كده. في الحالة دي بقى ايه تبقى لو قعدت سنة مش هيحصل لها اي حاجة، على اساس ان ايه فيها المادة الحافظة ديت. ف هنرجع تاني بعد ضرب القوطة ونفرزها سوا. طبعا انا هنا ايه القوطة ضربتها وصفتها، ودلوقتي بفرزها في الايه في الاكياس. تحطي حسب الكمية اللي انت يعني هتحتاجيها، تعملي طاجن بامية، بتعملي طاجن بسلة، اي حاجه على قد الكميه اللي انت هتحتاجيها. وعادي لو الكميه انت عايزه اكبر برضو من كده ممكن تاخدي كيسين، مش هتفرق. فدلوقتي مثلا انا ممكن اعمل كيس صغيره وكيس كبير. طبعا اهو كده كويس كده، ونربط الكيس ونحطه مع اخويته. الكمية حسب الكمية اللي انت عايزاها. طبعا هكيس دول برضو، بس عايزة اوريكم حاجة. انا بجهز الفلفل، خلطة الشطة، الفلفل الاحمر بضربها طبعا في الخلاط كده، وايه يعني بديها يعني على النار ثواني كده عشان تطرى وتقدر تتضرب. دي طبعا الخلطة دي فلفل ومعاه معلقة ثوم، بروح مجهزاهم عاملاهم بقى للبتنجان، اي حاجه محتاجه لتخليل السمك لو انا هملح السمك يعني، والحاجات اللي زي كده هي بتبقى جاهزه بدل ما لسه هضرب، بتبقى جاهزه. ودي طبعا علب، كانت علب جلوتي فحطيت فيها، وبحطهم في الفريزر كده واطلعهم على قد الاحتياج. اخلص علبه واخد التانية فبعبيهم بقى واجهزهم. وهنا طبعا انا فرزت الاكياس اهي وعبيتها، ودي بقى للاستعمال التلاجة اللي هو الفوري، يعني هعمل اي حاجة سريعة هخليها على رف التلاجة. طبعا هنا الفلفل بقى اللي هو ايه بحطه على البتنجان، بحطه على خلطة السمك، و يعني اهو كده التفريزات بتاعتنا. طبعا انا فرزت البسلة ملحقتش اصورها، بس ايه قلت اصور لكم تفريزات الطماطم دلوقتي عشان هو ده وقتها. الطماطم بتتفرز في شهر طوبة. الفلفل اهو في توم على فكرة علشان ايه تاخدي على طول كده. بقى خلصنا الحلقة بتاعتنا، احبكم في الله، سلام عليكم.